هي أسباب منطقية، لأن رغم جهود الحكومة الجديدة فيها الصومال في مقاومة الإرهاب ومحاولة الحد من خطورة جماعة الشباب الإرهابية، إلا أن المحاولات ما زالت ما بين قر وقر. لا نستطيع القول بأن الجماعة سوف تستسلم بسهولة للجهود التي تحاول بها الحكومة الحد. لذلك يعني إعلان الاستحواذ على مدينتين في جنوب الصومال ليس بالأمر الجديد أو بالأمر النهائي، لأن ذلك سوف يحدث أيضا مرات أخرى طالما أن هي قر وقر. لأن أستاذ رامي، أستاذ رامي، أستاذ رامي، يبدو أن أستاذ رامي يبدو أن فقدنا. تفضل أستاذ رامي. أستاذ رامي، أنا بقول إن اللي بيحصل ده أمر منطقي، لأن القضاء على أستاذ رامي. يبدو أن نواجه مشكلة في التواصل مع أستاذ رامي زودي خبير في الشؤون الأفريقية، كان معنا من القاهرة. شكرا على هذه المداخلة.